اكتشف صفاتك من خصائص برجك الفلكي. برج الحمل. يتمتع مواليد برج الحمل بالطباع الحادة والنارية. هم أشخاص يتحلون بالصدق والعاطفة الشديدة، ولكنهم يحاولون إخفاءها من خلال مظهر الشخصية القوية التي لا تبالي ولا تهتم، خصوصا في حالات الفشل أو الجرح من الأشخاص الآخرين. يتمتعون بالشجاعة للمواجهة، ولكنهم لا يظهرون مشاعرهم إلى حد كبير. برج الثور. يتمتع مواليد برج الثور بالقوة والعزيمة والإرادة، فهم مثابرون يميلون إلى اختيار ما هو مناسب لهم من حيث المبادئ. هم أيضا أشخاص طموحون، يميلون إلى العمل بجهد للوصول إلى النجاح المنشود وإلى تحقيق الأهداف التي يرسمونها أمامهم. يطغى الذكاء والأسلوب العملي على شخصيتهم. برج الجوزاء. مواليد برج الجوزاء من الأشخاص أصحاب المزاج المتقلب، لا يحبون الأمور السطحية. هم يتمتعون بطباع عميقة ويبحثون في أعماق الآخرين، ولا يعتمدون على الشكل وحده فقط للحكم عليهم، ولكنهم متى ما حكموا على أحد الأشخاص كانت وجهة نظرهم صحيحة. لا يستطيعون إخفاء مشاعرهم، فتعابير وجوههم تفضحهم إلى درجة كبيرة. برج السرطان. يتميز مواليد برج السرطان بطبيعتهم الغامضة والعاطفية والحنونة، ولكنهم في المقابل أنانيون وغير مبالين بالآخرين إلى حد كبير. لا يظهرون اهتمامهم بصورة واضحة، ولكنهم يميلون إلى الغوص في مشاعرهم متى أحبوا. لا يبوحون بمكنونات قلوبهم، بل يحافظون على هدوئهم ولا يبدون أي سوء طباع. برج الأسد. مواليد برج الأسد أشخاص طموحون وأذكياء، يتمتعون بالقدرة على الملاحظة إلى حد كبير. هم يميلون إلى الاستبدادية في التصرف، ولكنهم في المقابل يتمتعون باللباقة واللياقة في التعاطي مع الآخرين. يحبون الآخرين وقريبون منهم إلى حد كبير، لكنهم لا يثقون بسهولة بهم، لذلك يبقون علاقاتهم رسمية. برج العذراء. من أبرز الصفات الجاذبة في مواليد برج العذراء نذكر النشاط والوعي الفكري والذهني الذي يتمتعون به. يحبون المعرفة والثقافة، ويرغبون بالاطلاع على مختلف المضامير. ثقتهم بنفسهم تجعلهم يبحثون عن المثالية والكمال في تصرفاتهم، وهم من الأشخاص الذين يميلون إلى المنافسة وإلى إظهار قدراتهم للآخرين. برج الميزان. مواليد برج الميزان هم أشخاص معتدلون في حياتهم وفي قراراتهم. يتمتعون بالعدل، وتطغى عليهم الحيوية والنشاط في تصرفاتهم، بالإضافة إلى أنهم دبلوماسيون ومتفهمون في مختلف الظروف. طباعهم الهادئة والوعي البارز لديهم يجعلهم يبتعدون عن الخلافات والمشاكل. برج العقرب. الذكاء والثقة بالنفس والشخصية القوية من أهم الصفات التي يتميز بها مواليد برج العقرب. هم أشخاص يحبون الحياة ويرغبون بتحقيق الكثير من النجاحات على مختلف الأصعدة. من أبرز صفات هؤلاء المواليد نذكر أيضاً العطاء غير المشروط وغير المحدود، وهم يضعون الأسرة والأصدقاء في سلم أولوياتهم. برج القوس. مواليد برج القوس أشخاص أذكياء، يطغى على شخصيتهم الطموح والشجاعة. هم أشخاص يميلون إلى التفاؤل في الحياة، ويحرصون على استعمال عقلهم وفكرهم في اتخاذ القرارات المصيرية، لذا تبرز حكمتهم في المواقف الصعبة. برج الجدي. أبرز مزايا مواليد برج الجدي هي النجاح والتفاني في العمل، وصدقه في تنفيذ وعوده، لكنه في المقابل حذر في قراراته وفي طريقة تعامله مع الأشخاص الآخرين. لا يحب الكذب، وهو صادق وصريح مع الجميع، متمسك بالتقاليد القديمة ويحافظ عليها بشكل كبير. من أبرز خصائصه أيضا قدرته على التركيز إلى حد كبير على الأمور التي تهمه. برج الدلو. من أبرز صفات مولود برج الدلو أنه شخص هادئ وصريح إلى أقصى الدرجات. له طباعه الخاصة، ولكنه يتميز بأنه يلين وطيب القلب. ما يميزه أيضا أنه يتمتع بالقوة، خصوصا في المواقف الصعبة، وقادر على المواجهة إلى حد كبير. يطغى على شخصيته التفاؤل والمرح، وهو شخص له تصرفاته غير المتوقعة.
برج الحوت. يتميز مواليد برج الحوت بطباعهم الهادئة وطيبة قلبهم وشخصيتهم المتسامحة والحنونة، وهذا الأمر يجعلهم محط اهتمام الآخرين إلى حد كبير، لذا يحظون بأصدقاء كثر، ولكنهم قد يتعرضون للخيانة بسهولة، وهذا الأمر يؤثر إلى حد كبير فيهم.